حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، حيث زيارة الأربعينية الحدث العالمي المهم وما حققته من إنجاز تاريخي على مستوى استقطاب الجماهير المشاركة واستيعابها، فهي ملهمة للدروس وبينها الكثير من المفاهيم التي يجب أن تستثمر بشكل صحيح، وما يتوافق مع هذه المناسبة العظيمة كيفية إصلاح البلاد بالشكل الحقيقي، إذ لابد من الالتفات إلى نقاط مهمة وتفاصيل دقيقة في هذه الزيارة، وأولها الإصلاح الجمعي الذي ركز أصحاب الاختصاص بشأن المجتمع على إصلاح المجتمع حتى لو كانت الطبقة الحاكمة قابعة بالفساد. فلو استثمرت هذه المناسبة سوف ترتقي بحاضر البلد ومستقبله، كونها تسهم بإنماء الواقع الاقتصادي والارتقاء بالثقافة العامة وجوانب اجتماعية أيضا. وهناك الكثير من الاستثمارات الأخرى الخاصة بهذه المناسبة يجب أن تكون تحت نظر المختصين. أما في ملفنا الثاني مشاهدينا، فالنهضة الحسينية بقدر ما هي ثورة أرادتها السماء أن تكون محطة للسلوك البشري وإرساء قواعد الحق ومناهضة الباطل، إلا أن المتتبع والمستقصي المتكامل لتفصيلات الثورة الحسينية يجد كما كبيرا من محاولات طمس الأثر السامي لهذه الرسالة الحسينية وصولا للشعائر الحسينية. فالثورة الحسينية رغم مضي 14 قرنا ستبقى أبد الدهر شمسا للحرية وجسرا للتعبير عن الذات والدفاع عنها، رغم العدد غير القليل من مساعي إطفاء نور هذه الثورة العظيمة الذي أحدثت الانعطاف الكبير في مسيرة الإنسانية ونقطة التحول في مسار حوادث التاريخ. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة نناقشها تباعا مع ضيوفنا الأكارم، ونرجو أن تبقوا معنا. إذن مشاهدينا، الإصلاح في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفسرها البعض أنه كان إصلاح الأفراد بالدرجة الأساس، ومنها تصلح شؤون البلاد، لكن التفسير لا يتحدث عن الإصلاح الديني بما هو إصلاح بمقدار السمو بالنفس إلى مستويات عالية بالتفكير. فزيارة الأربعينية رغم أنها تركت في نفوس المشاركين والمعزين آثار روحية عميقة لما لها من تجليات عظيمة، وكذلك في الجوانب المادية التي ممكن أن تصنع أجيال على سلوك معين في النهضة بواقع البلد. إذن مشاهدينا، نتابع تقرير الزميلة نهى الشمري. مقارعة الظلم والفساد هدفها، نهضة الحسين وحيثياتها تتعمق في نفوس الموالين عاما بعد آخر، فهذا السيل الهادر من الحشود المليونية لم يكن تجمعا عبثيا، بل ازدياد الأعداد وبلوغها 21 مليون زائر ما هو إلا دليل على استقطاب المحبين لهذه الشعيرة الحسينية والواقعة الإنسانية بعيدا عن السطو الحزبي والسياسي. فاختلفت صنوف المشاركين بهذه المسيرة، كل ينهل من معين الملحمة تلك، ففي طريق المسير همم تستثمر للنهضة الوطنية لمستقبل البلد بدلا أن تذهب أدراج الرياح باستقطاب الشباب الطموح إلى ساحة العمل الفعلي، وكذلك الجانب الاقتصادي بإطلاق برنامج سياحي ديني بحسب تخطيط الخبراء والمهتمين وتمكين المدينة وسكانها لاستقبال الوافدين. فبعد أن ازدهرت مدينة كربلاء دينيا، لابد أن يلتفت إلى واقعها الخدمي وللبلد برمته. أما الآفاق الثقافية المستقاة من فهم الثورة الحقيقية، لا غرو أن يسلط الضوء عليها لتنعكس على حياة العراقيين والرقي بمستواهم الثقافي، وتصبح ديدن ممارساتهم اليومية العامة لتكون رافدا فكريا يواكب التطورات المتواصلة، وكذلك تقويم الجانب السياسي الذي يشهد تخبطا كبيرا منذ عقدين تقريبا. فبصيرة المواطن ووعيه لابد أن تفتح آفاق التعمق في ماهية الزيارة وأهدافها، بالتالي يبدأ التغيير الواقعي شريطة أن يتم ذلك وفق خطط منتظمة ودقيقة. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف دعونا نرحب سوية بضيوفنا الأكارم، فضيلة الشيخ نجيب العقابي رئيس مركز الفكر للحوار والإصلاح، أهلا بكم مع سماحة الشيخ، وكذلك الترحيب بأستاذ الإعلام في جامعة بغداد الدكتور رعد الكعبي، ينضم لنا بصوت والصورة من بغداد، أهلا بكم دكتور رعد. أهلا وسهلا جناب الكريم. نبدأ معكم سماحة الشيخ، أنتم رئيس مركز الفكر للحوار والإصلاح،
حدثنا عن الجانب الإصلاحي من زيارة الأربعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يعني لا شك ولا ريب أن هذه الممارسة الشعبية الكبيرة الجماهيرية فيها كثير من المعطيات التي يمكن أن يستفاد منها وتطفي بظلالها على المجتمع. إذا ما نظرنا إلى أن الزائر يعتقد بأن الحسين صلوات الله عليه قد قام بكل الشعائر الدينية، وهو يقف على بابه فيقول أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، بالتالي يكون هنالك نسق ما بين هذه الزيارة الحركة الجسمانية والجانب الروحي الذي يعرف أن هذا الذي يزار هو يمثل الدين والإسلام. ما نود قوله أن هذه الشعيرة والجنبات الإيجابية التي يمكن الاستفادة منها لا يمكن أن تكون من دون محفزات ومنشطات. المحفزات والمنشطات، واسمح لي أكون كما عاهدتمونا بصراحة، كيف يمكن أن تكون هنالك منشطات ومحفزات وأنا الآن في طريقي إلى الاستوديو وفي يوم شهادة رسول الله، يعني أيام وفاة أو شهادة النبي، أسمع الصخب والطرب والخمور في قلب بغداد؟ يعني هذه تكون عكسية القضية وليست طردية، لأن المسألة الفيزيائية الطردية هو الاتباع، الزيادة زيادة، نقيصة نقيصة، أما العكسية لا، يزيد طرف وينقص طرف. وبالتالي عندما تأتي إلى البيئة التي هي تكون مؤثرة فأكيد نحن لن نستفيد من زياراتنا المليونية. يا سيدي يا أستاذ بشار، ما نحتاجه هو نظام، لا أقصد هنا بأنني أميل إلى الإسلام علماني مدني، ليس هذا كلامي، لكن أقول أن ترعى القيم والمبادئ والأعراف. العراق مو بلد منفلت إلى درجة أن يكون الفساد في الشارع، العراق مو بلد، لكن أكو مشاهد حاليا في الشارع، مشاهد فساد وغيرها، ويمكن ارتفعت بالآونة الأخيرة. مقابل أيضا لاحظنا زيادة كبيرة بأعداد الزائرين اللي أدوا مسيرة الإمام الحسين. يعني يمكن أنا أعمل على الحفريات المعرفية في كيفية تطويق الفساد وكيفية الاستفادة وإصلاح المشهد الجماهيري. يعني هذا عندما يعود هو الآن هسمرد، يعني دعني أكون مع غير طوباوي أتحدث بالواقع. الواقع يقول أن هنالك تأثير عقل جمعي، والجماعة تؤثر عادة على الأفراد. هو ما زال يسير في طريق كربلاء حتى ولو لم يكن منسوب الوعي لديه 100%، فهو يصل إلى هذا المستوى باعتبار أن هنالك تطويق من الجماهير، هنالك زخم جماهير يؤثر على بيئة بنيته، يعني على فكره على دينه. لكن عندما يعود ويصطدم بهذا الانفلات أكيد سوف يعود، أو لم يكن، يعني لم يكن هنالك، إذن هناك يعني ضغوط حصانة 100%، ضغوط وضغوط عكسية بالمقابل. هو هذا الذي أود قوله. هنا شلون يمكن استثمار هذه المحفزات، خلينا إذا صح التعبير عنها، لجذب لهذه الثورة، لهذه المبادئ الإصلاحية؟ بشيئين. الشيء الأول هو توفير الأمن الغذائي والدوائي، اللي يعني هذه طبعا تمأسس إلى استقرار نفسي وقيام الإنسان بشعائره، لأنه إذا اضطرب الجانب الاقتصادي في الفرد، ومحمد عابد جابر يقول إذا أردت أن أحدثك عن مجتمع وعن ثقافته فحدثني عن الجانب الاقتصادي والجانب الأمني فيه سأخبرك عن هذا المجتمع. إحنا للأسف عندنا حالة فقر كبيرة في المجتمع، فهذا عندما يعود وهو يصطدم بال يعني السلع الغالية، الرأسمالية التي يعيش بها، طبعا يتقهقر لديه الجانب الروحي ويعود إلى أن ينغمس في كيفية جلب لقمة العيش، وكاد الفقر أن يكون كفرة أو هكذا مضمون الكلام أو الحكمة. هذه النقطة جوهرية، هو تأمين المعيشة. والجانب الثاني جانب العدالة وخلق الأسوة الحسنة، إذا كان سياسي وإذا كان رجل دين، إحنا لازم ننطي انطباع إيجابي عن الدين وعن وطننا. ولما شاهد في البرامج السياسية كم هائل من الفساد والتراشق بملفات الفساد وسرقات، كيف يمكن أن يعود ويحب دينه ووطنه وبلده؟ هذه طبعا أنت لا، يعني لا تستغرب من كلامي، يمكن أسولف بجزئيات عادة ما يترفع عن الحديث عنها بعض الذين يدعون الثقافة. أنا أرى الثقافة هذه ثقافة أنني أضع يدي على المبضع على الجرح حتى أنا وأنت نساهم في رفع منسوب المواطن والوعي. هذه نقطة مهمة أيضا نرجع لها بمحور آخر. رحب بك مرة أخرى دكتور رعد. نود أن نتحدث عن قضية إصلاح جمعي أو إصلاح مجتمع.
تتوفر هذه الركائز في أو دروس موجودة في الثورة الحسينية وبشكل كبير، لأن الإمام الحسين عليه السلام خرج للإصلاح، متوفرة هذه في الثورة، ممكن استلهامها واستثمارها لإصلاح مجتمع أو إصلاح جمعي؟ بالبدء تحية لجنابك الكريم والفضيلة الشيخ، والحقيقة أنا جدا سعيد باللقاء معه ومع جنابك الكريم في هذه القناة التي أعتز بها كثيرا. في واقع الحال الحديث عن كيفية أن نستثمر مواطن أو مواقع الإصلاح في ثورة الإمام الحسين في واقعنا هذا، لا بد لنا أن نعرج على قضية جدا مهمة. نعم. القضية التي يعني يجب أن تطرح هو إلى أي مدى ممكن أن يتشابه الذين يقودون الإصلاح الحالي مع فلسفة وسياسة ومبادئ وطروحات الإمام الحسين. ما نقول شخصية الحسين، الحسين شخصية يعني ما تتكرر بعد في التاريخ، لكن إلى أي مدى هم قريبين أو قريبون من من من, من الإمام الحسين عليه السلام. حتى نكون أكثر إنصافا، الخلل اللي موجود، هل مستوى الخلل اللي موجود الآن في المجتمع العراقي يوازي الخلل الموجود في عهد الإمام الحسين عليه السلام؟ أنا أقول لك لا، أكبر الخلل الموجود الآن. أكو تراجع كبير في مستوى القيم، أكو تراجع كبير في مستوى الالتزام الديني، أكو يعني هنالك أصوات إذا كانت قبل تحاور بشكل غير مباشر حول قضايا مبدئية في الدين الإسلامي، الآن هي تتكلم وتمتلك منصات سواء كانت فضائيات أو إذاعات أو حتى مواقع تواصل اجتماعي وتتحدث بصراحة، تقول لك يعني يعني في خضم تجربتي المتواضعة في الوسط الجامعي باعتباري أنا أستاذ جامعي لأكثر من 20 سنة، الآن الصوت الإلحادي بدأ يضغى على الصوت الالتزام الديني، المصليات التي موجودة في الكليات يرتادها 2 أو 3 وبعضهم موظفين مو طلبة، الطلبة منهمكين في تقليد المجتمع الغربي، منهمكين في البحث عن وسائل وملذات، مبتعدين تماما عن الدين والمناسبات الدينية، أصلا ليس في منظورهم أو ليس في تقاويمهم إذا صح الجمع، ليس في تقاويمهم قضية تعنى بالإسلام وشعارات الإسلام ومبادئ الإسلام ومناسبات الإسلام، هذه لم تعد لديها أولوية لدى الشعب العراقي. المفارقة الكبيرة كان لدي بحث عن التدين في العراق، أردت أن أعرف هل نحن شعب متدين أم لا. كان مستوى الالتزام الديني متراجع كثيرا، هذا كشعب مو كبلد، كبلد العراقي لا، احنا بالنسبة مو إسلامي، بلد مو إسلامي رغم أنه هو يعتبر إسلامي كباقي الدول الإسلامية، لكن لا، هذا الموضوع أنه اعتبار البلد إسلامي إذا تسمح لي دكتور مرفوض من الكثير من الأطراف السياسية وبعض الأطراف الاجتماعية. لا يجب حتى في العرف القانوني يجب أن تحترم يعني ديانة أغلبية الشعب العراقي، وفقا للدستور الإسلام هو دين الدولة الرسمي، ولا يمكن أن يتخذ أي إجراءات تعارض هذا الشيء، هذا منصوص عليه بالدستور. خليني أقاطعك أو أتوقف معك عند هذه النقطة. أغلب طوائف العراقية الموجودة، المذاهب الأخرى في العراق وهي كثيرة جدا، هي لا تسيء إلى لا الدين الإسلامي ولا إلى مذهب معين، لكن الإساءة بحد ذاتها يعني تركيزها يجي من الطرف الإسلامي نفسه أو من جهات حتى شيعية. هي المشكلة مو بالمصالة القضية، يعني مثل ما تفضل جناب الشيخ، القضية ما تتعلق أولا بشريحة معينة، ولا تتعلق بفئة معينة، ولا تتعلق بمهنة معينة، تتعلق بالدين وفهم الدين. أكو عندنا مشكلة كانت في فهم النصوص الدينية وبناء تأويلات عليها والأخذ بها، وبالتالي عندما وصلنا إلى مرحلة أن الانتحار الذي يقتل المسلمين بهدف أنه يتناول الفطور مع النبي، هذه الفكرة عندما وصلت إلى فئات لم تكن لديها قناعات راسخة بالدين الإسلامي زعزعت لديها الإيمان. يعني هذه الفكرة أيضا. القضية الأخرى الأكثر خطورة هي قضية كيف نطرح التزامنا الديني إلى الآخرين. الآن لو تلاحظ بالفضائيات ما يطرح على أرض الواقع من الالتزام الديني مثال للسخرية سواء في الداخل أو في الخارج. أنت لا تمتلك أدوات للوصول إلى الجمهور وتحقيق قناعات جيدة، يوميا تعيد نفس الخطاب الديني. الخطاب الديني هو خطاب متشنج،
خطاب تاريخي، خطاب يعني مبتعد عن الواقع، يعني يطلع لك مجموعة من الخطباء أو حتى من النخب السياسية التي تدعي الالتزام الديني. نعم. هي مرفهة في القصور قاعدة وتتحدث لي عن زهد علي بن أبي طالب. في هذه النقطة دكتور، أيهما الأهم، إصلاح اللي تحدثنا عنه، إصلاح أفراد، إصلاح شخصي، لو إصلاح ديني؟ أي لا، إحنا يجب أن نتحدث ما عن الإصلاح كإصلاح أفراد، ولكن أنت لديك منظومة قيمية، هذه المنظومة القيمية بدأت تتعرض إلى الانتقادات الواسعة، هنالك تراجع بالالتزام بها. يفترض أن تبدأ أنت، وهذه مسؤولية الحقيقة الجميع، ولكنها تتركز على المؤسسة الدينية. يفترض بالمؤسسة الدينية الآن أن تعيد تقييم التدين في العراق والالتزام الديني في العراق، وتبحث عن نقاط ضعف وتحاول أن تصلح هذه النقاط، تستعين بخبراء في الاجتماع، تستعين بخبراء بعلم النفس، تستعين بخبراء بالبيئة، تستعين بخبراء بالسكان، تستعين بخبراء بالإعلام. كل هذا الهدف، وحتى في السياسة كل هذا الهدف، أن تعيد النظر لماذا وتجد إجابة عن سؤال رئيسي، لماذا تراجع الالتزام الديني في العراق بهذا الشكل، ما هي الأسباب وكيف يمكن أن نعالج هذه الأسباب على أرض الواقع الآن. يعني حتى إذا يزعل مني فضيلة الشيخ، المؤسسة الدينية في وادي والشعب العراقي في وادي آخر، الكثير من القضايا الملحة للشعب العراقي يبحث عن المؤسسة لكي تجيب عن هذه الاستفسارات، ولكن هذه المؤسسة ما أعرف ما الذي تفعله، ما أعرف. الكثير من الكتب الآن تنتقد الإسلام موجودة في الشارع، لا أحد يرد عليها. بالأمس القريب قرأت كتاب من محمد التاريخ، من النبي إلى محمد التاريخ، يقول هو رجل كان مصاب بذهان عصابي، والكتاب يباع بسعر زهيد ب3,400، ولا أحد يرد على هذا الكتاب، لا أحد يقول لماذا هذه الكتب موجودة، كيف يمكن أن نرد عليها. ما أدري يعني ما الذي يحصل، لا أجد له إجابة. أعود لك يا سمحت الشيخ، خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، لكن إصلاح ماذا؟ ما هذا الإصلاح الذي هو كان بحاجة إلى دماء الأئمة الأطهار ومن معهم، والدماء تراق حتى هذا اليوم في سبيل الإصلاح؟ طبعا بس اسمح لي أنا يعني أعقب على ما تفضل به جناب الدكتور. طبعا أنا لا أزعل لأنني لست زعيم الحوزة، أنا فرد من هذه المؤسسة، وأما شخصيا فالحمد لله راضي عن نفسي بإشارة الكثير للجهد الذي نقدمه. ونعم أسجل، ولطالما سجلت أن هنالك خلل في المؤسسة، باعتبار أن المؤسسة فيها أعداد، هذه الأعداد لو قام كل فرد منها بمهمته لسد الفراغ، ولكن لا يوجد يعني هنالك شعور بالمسؤولية من قسم، ولا نعمم طبعا، لا نجد أحد، هذا مو كلام مو سليم مو علمي، لأنه الحمد لله متصدين في كثير من الأمور، ولدينا ردود، ولدينا أصلا يعني على قول أحدهم على المستوى الشخصي يقول كل هالبرامج شو وقت تترد شو وقت تجاوب، والحمد لله رب العالمين. بس أكو تقصير نحن للمؤسسة، المؤسسة الدينية بواد، وما يعني يطرح في الواقع الاجتماعي في واد آخر، وهي بكل صراحة تعتمد على قضية غيبية أن الله حارس الدين، وهذا مو صحيح، الله حارس الدين، لكن أن تعمل كذلك أنت بالأسباب اللي تقنع المقابل أنك تواكب الحياة. أما إذا كنت أنت ميت سريريا وتتكل على السماء، فحتى السماء بعد ذلك لن تنزل لك الغيث عفوا. هذه نقطة. نقطة أخرى اللي تفضلت به الإصلاح، الإصلاح أستاذ بشار يعني هذا سبق أنا طرحته كذلك، وأنا أشكرك لأنه أنا لاحظت ابتسمت لما طرحت علي السؤال، لأنه الكثير ساقوا الإصلاح باتجاه السياسة، فأفسدوا السياسة وتركوا المجتمع، ومما يعني وجدت ثغرات سمحت للعدو، إذا بهذا العنوان هسه عدو منه ما أريد أقول الآخر، لا نتحدث عن العدو بالمحور الآخر عن الحصاد، أعبر عنه بالعدو ما أقول الآخر، لأن الآخر أنا لا أؤمن بعبارة الآخر، أؤمن بالشريك، أنا وأنت ذر في هذه المجرة، والركب يسع لي ولك، فنتحاور وأهلا وسهلا، والكرة مو إلي ولا الآخرة بيدي، بيد الله سبحانه وتعالى، فلا أدخلك نار جنة ولا أطلعك نار، هاي مو شغلتي. وبنفس الوقت ما زال إحنا اثنين نتنفس ونأخذ من نفس الهواء، مو من شأني أن أتدخل بدينك، أو أنت همينك وتحترم دينك وما تدخل. فلما أقول العدو ممكن العدو يقول نفسه مسلم، مو بالضرورة يكون يعني لا يؤمن بلا إله إلا الله ويكون ملحد، لا، العدو فعبرت عنه بدقة العدو.
هذه الثغرات طبعا اللي في المجتمع بسبب عدم قراءتنا المعصوم قراءة صحيحة. الإصلاح الذي خرج من أجل الحسين شامل وليس مجتزئ، ولا يعني لم يستهدف حيثية من حيثيات الحياة، لكن مرت يعني 14 يعني قرن على هذه الثورة وانطلاقتها والإصلاح، يعني الدماء كما ذكرنا لا زالت تسال في طريق الإصلاح حتى الآن. ممكن أنت سألت عن الإمام، حركة نعم. الإمام، إصلاح الإمام، حركة إصلاحية، لكن إصلاح ماذا؟ أحسنت. كل هذه التضحيات الإمام صلوات الله عليه خرج لإصلاح يعني كل شيء فسد في وقت الإمام. نعم. العقيدة ضربت، يعني أنت تعرف 20 سنة بعد رحيل أمير المؤمنين من 40 هجرة لـ60 أو 61 الأمية يؤدلجون الناس، ظهرت هنالك فرق كلامية عقائدية يعني نعبر عنها، هذه المرجئة وهذه القدرية وهذه الجبرية. معاوية قتل كثير من الصحابة واشترى كثير من الصحابة، استعبدوا الناس وصارت القصور لهم والناس يعيشون يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. كل هذه طبعا أثرت، العقيدة ضربت، الجانب الاقتصادي ضرب، وفوق كل ذلك هو أن هنالك هذه الأمور ما زالت موجودة حتى الآن. يعني هذه التحديات ما زالت مقابل، أنا حتى اسمح لي، مقابل أن ثورة الإمام هي ما زالت قائمة حتى الآن، هذه الثورة الإصلاحية بدليل نعم. ملايين الزائرين اللي كل سنة يحيون هذه الذكرى والأربعينية ويتوجهون سيرا على الأقدام إلى كربلاء المقدس. لا أنا حتى أفرغ من توظيف نعم. سؤال جنابكم الكريم نعم. وإذا تريد تربط بالواقع أنا حاضر طيب. بس عموما الإمام لا حد يقول طلع على مود أنه والله خلافة، لا حد يقول على مود لأن يزيد لو كان مؤمن الإمام ما يطلع عليه، ما عنده قضية خلافة، إن خلافتكم هذه لا تساوي عندي شسعنا علي، هذا منطق أبوه علي بن أبي طالب. فالحسين خرج يعني وتطلب الأمر إلى الدماء لأنه يعني لم يكن هنالك شيء يمكن أن يداول الجراح إلا سفك دم الحسين، كأنه يعني القربان، هذا القربان الذي قدم حتى تعود المنظومة الإسلامية إلى الحياة بعد أن حاول ابن أمية أن يستلبون الناس وأن يستعبدونهم. فالحسين إصلاح شامل اجتماعي سياسي اقتصادي، شو تعبر عنه عبر، ما محصور في جهة دون أخرى. الآن تفضل سؤالك. الثورة ما زالت مستمرة بدليل ملايين تحيي هذه الذكرى الأربعينية كما شهدناها بأعداد كبيرة، لكن سؤالي تحديدا شنو سبب هذه الأعداد اللي ازدادت هذا العام بشكل كبير؟ أسئلة رائعة من حضرتك فعلا، وهذا هو اللي أنا أطمح له. هذه الزيادة طبعا تحتاج منا قراءة لا. أن الناس يعني يأسوا من الماديين فتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى أبوابه، وواحد من الأبواب اللي تطرق باب الحسين. الحسين صلى الله عليه ما زال يمثل النموذج الذي لم يشابهه أحد، لا بالأهداف ولا بالنتائج، لأنه الحسين استشهد. أغلب القادة الآن يغنمون ويعيشون الترف، لكن الذين حتى القيادات العسكرية تشوف المعارك منه اللي يقوم بها الجنود، القائد العسكري يترفع نوط ويترفع نجمة ويترفع، نعم هو وصل إليها باستحقاقه في الدراسة وغير، بس قصد وين هو لم يوجف عليها لا بخيل ولا بركاب. اللي استشهد الجندي، من دون الجندي القائد ما له قيمة، لأن الجنود اللي هم يقتلون القائد ما ينزل إلا في وضع الخطط العسكرية، نعم هذا إلى اعتباره، بس قصد وين، قصد إنه الحسين القائد قدم نفسه وعياله. كل الثورات من جيفارا، مانديلا، هذول اللي شخصيات الشباب اللي مستهويتهم هاي متأثرين بيهم، نعم. كلهم غنموا الدنيا، بحيث جيفارا كان وزير للصحة تعرف حضرتك، مانديلا صار رئيس وزراء بعد أن خرج، غاندي مثلا ما في شخصية. يمكن احنا عندنا بالعراق اكو شخصيات مثل الشهيدين الصدرين مثلا او علمائنا بالنجف اللي ما هادنوا استشهدوا بس ما نجحت ثوراتهم، ده تفهمني شنو يعني، نعم استشهدوا لم يهادنوا. يعني صدام ينزل الى محمد باقر الصدر في كتاب ايام المحنة وسير الحصار اللي قرر تلميذ السيد محمد باقر الشيخ النعماني الله يكتب له الصحة، يقول صدام قال له يجي صدام ينزل من المرسيدس ويعطيك يا هدية بس اكتب ان حزب البعث ايجابي، وبجريدة اوروبية قال له مستحيل اكتب هاي العبارة. هذا الشبيه بثورة الحسين، هيهات من ان الدعية ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذنة. او عندنا الشهيد الثاني الشهيد الصدر اللي لبس كفن، تخيل لابس كفن ويوقف كلا كلا يا شيطان وكلا كلا يا امريكا، واستشهد
وولده ولم يغنم، يعني هو راح إلى الله سبحانه وتعالى وقدم دمه. هاي ثورات، هاي اللي ترتبط بالحسين. باقي الثورات، لذلك كل الذين يعني يثورون لعله يكون محرق الشعب الناس، الحسين صلوات الله عليه بقي لأنه هو قدم نفسه وعياله، فالناس يذهبون إليه لأن لم يعني الحسين لم يلوث. تفهمني شنو أستاذ بشار؟ الحسين لم يلوث، ما زالت رمزيته عالية، ففقدوا الأمل بالماديين، فقدوا الأمل. هذه السياسة أمامك والانسداد في أي منطق دولي، أن دولة سنة كاملة لم تشكل فيها حكومة. دعنا ننتقل، يعني ضيق الوقت، لكن دعنا ننتقل بمحور آخر من هذا الموضوع مع مشاهدينا الكرام ودكتور رعد أيضا وأبرز ما فيه. إذن مشاهدينا، تثير الأحداث التي يجتمع فيها ملايين البشر تثير شهية صناع السياسات وتدفعهم إلى طرح تساؤلات حول الدلالات والمضامين التي تنطوي عليها. وعلى مر العصور مورست شتى الأساليب في محاولة ثني هذه الجموع القاصدة كربلاء عن مواصلة سيرها، لكن دون جدوى. إذن مشاهدينا، نتابع هذا الملف مع الزميل علي حبيب. كما في كل عام هبت جموع المؤمنين الموالين لآل بيت النبي محمد في مسيرة مليونية زاحفة صوب مشعل الثورة الإنسانية، وأدت مراسم الزيارة الأربعينية لتسجل هذه المرة الأرقام القياسية مناهزة 22 مليون زائر مشارك بهذه المناسبة الأليمة. ورغم أن هذه الشعيرة المقدسة تعرضت لشتى أساليب المؤامرات ومحاولات طمس هويتها، تارة بالتفجيرات الإرهابية وتارة بخلق الفتن الطائفية وأخرى ببث الرعب بين صفوف الزوار لثني عزيمتهم عن مواصلة السير، لكن إرادة الجماهير الحسينية أفشلت ما يحاك في الداخل والخارج، وأحرقت أوراق المحاولات الرامية إلى أطفاء نور الزيارة وإبعاد المتمسكين بهذا الخط عن مبادئ الحسين وثورته الخالدة. فوقائع الأحداث والميدان أوضحت بما لا يقبل الشك والتأويل السر الإلهي الذي يلهم الملايين في تجشم عناء الطرق وتحمل المخاطر والسير لأيام متواصلة دون تعب أو ملل، بغية إعلاء شأن عاشوراء وثقافتها، رغم أن المسألة محفوفة بالمشاق والصعوبات، لتسجل هذه المغامرة سر الخلود والتجدد لكربلاء الحسين. وها هم المحبون لسيد الشهداء وخط الثورة الحسينية يعيشون انتصارات حماية الأمانة الحسينية رغم تكالب الأعداء في مخططاتهم المعدة سلفا منذ عقود من الآن، والتي كانت تحاول بكل ما استطاعت من قوة أن تحجم هذه الزيارة تدريجيا وصولا إلى محوها من الذاكرة والميدان. لكن القلوب التي تجتمع في 20 من صفر تقلب الطاولة بكل ما عليها من مخططات والأموال التي تهدق على المخطط والمتفق، فالثورة الحسينية سجلت بأحرف من نور في سفر التاريخ، ووهم كوهن بيت العنكبوت، من يحاول إيقاف المد الزاحف نحو قبلة الأحرار ومنارة الثوار. علي حبيب، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا. مرة ثانية نرحب بضيوفنا الكرام، رئيس مركز الفكر للحوار والإصلاح الشيخ مجيد العقابي. أهلا بكم مرة أخرى شيخ مجيد، ونجدد الترحيب أيضا بأستاذ الإعلام في جامعة بغداد الدكتور رعد الكعبي. أهلا بك مرة أخرى دكتور رعد، وأبدأ معك دكتور رعد. الشعائر الحسينية تعرضت لتأريخ طويل من القمع والاضطهاد، ويعني من سلطات ابتدأت من سلطات العصر الأموي حتى عصر صدام المقبور، وحاولت محاصرتها بغية إنهائها بشتى الطرق، لكن هذا القمع، هذه المحاصرة للشعائر الحسينية انتهت بانتهاء النظام المفاد لو موجودة حاليا لكن بصور أخرى. يعني بالبدء أحاول أن أوضح مسألة مهمة.
الجهود التي يبذلها جناب الشيخ هي جهود مباركة، يعني وهو يقدم أقصى جهده لتنوير الآخرين، ولم يكن هو معني بانتقادي، بس هذا الموضوع للتوضيح. الله يبارك فيك. القضية الأخرى قضية الانتقالات التي توجه في كل عام إلى الشعائر الحسينية. السلطات القمعية التي حكمت العراق وغير العراق عندما كان العراق جزء من الدولة الإسلامية، قد تكون الأهداف ذاتها ولكن الأساليب تغيرت ما بين سلطة وأخرى، ما بين ما قام به الأمويون وما بين ما قام به العباسيون وما بين ما قامت به السلطات العثمانية لاحقا وما بين ما قام به الأنظمة التي حكمت العراق، نظام البعث حتى في العهد الملكي. المشكلة أنه الأساليب تغيرت لكن الأهداف ظلت كما هي. دائما محور هذه الأشياء ثلاثة أشياء مهمة. الأول التشكيك في مشروعية زيارة الأربعين. على مدار التاريخ وجدنا سواء حتى في العهد الملكي وعد العهد الملكي قبل العهد الملكي هنالك من يشكك في هذه الزيارة. مرة في توقيت الزيارة، هل جاءت العائلة عادت في نفس العام أو عام آخر، ومرة في مشروعية هذه الزيارة، ومرة في طرق يعني في طرق استحضار هذه الزيارة مشيا بالسيارات كذا ما أعرف. فالانتقادات كانت مستمرة. القضية الثانية قضية ما يرتبط بهذه الزيارة من سلوكيات ومن أداء يقوم به الناس، هي هم أيضا محل انتقاد من البعض. يعني مرة يقول لك عندنا هواي فقراء ليش تصرفون الأكل على المواكب، مرة يقول لك لا هذا الأكل مني يفيض كذا. هذه مشكلة كبيرة جدا. طيب يعني محاولة للتسليط دائما أضواء على شوائب ربما تشوب هذه الزيارة أو ممارساتها، لكن يعني بالنسبة للإعلام هناك قنوات إعلامية، هناك مواقع التواصل الاجتماعي تركز على هذه الأمور، مقابل يعني الإعلام الحسيني باعتبارك يعني أنت أستاذنا بالإعلام دكتور رعد، ما مدى كفاءة الإعلام الحسيني اليوم لمواجهة هكذا ممارسات أو هجمات إعلامية على الشعائر الحسينية، يعني على الزيارة الأربعينية وغيرها؟ عندنا التغطية فيما يخص زيارة الأربعين، نعم، مرة تغطى على أنها مناسبة تعني الإمام الحسين وتعني العالم الإسلامي، نعم، وحفيد الرسول تعرض للقتل وبعدين يتم الاحتفال به، ومرة تغطى على أنها حدث مجاميع من الناس تذهب إلى زيارة الحسين وما يرتبط به. الخلط ما بين تغطية المناسبة وتغطية الحدث يربك الجمهور. أنت مرة تطلع لي تتحدث لي عن الجانب التاريخي في هذه القضية، مرة تتحدث لي عن الجانب العقائدي، ومرة تتحدث لي عن الزوار الذين يسيرون ويذهبون. لكن بشكل عام التغطية قد تكون ناجحة في أنها أوصلت يعني ما الذي يحصل في العراق إلى العالم، لكن معالجة ما الذي يحصل كانت هنالك إخفاق فيه. يعني أنت تنقل الحدث تقول لي أكو ملايين من الناس يذهبون لزيارة الحسين، لكن فلسفة هذا الحدث، أسباب هذا الحدث، تداعيات هذا الحدث، ما الذي يقدمه وتقدمه مثل هذه المناسبة إلى العالم الإسلامي، هاي فيها خلل. التغطية عندنا أيضا تركز على الجانب العاطفي أكثر من تركيزها على الجانب العقلي. يعني أنت تنقل المواكب واللي يطمون ويبكون، هذا صحيح، هذا ما يحصل على ارض الواقع، لكن انت الجانب العقلي في هذه الممارسه مغيب، يعني الى حد ما لا توجد عليه تاكيدات، لا توجد عليه تفسيرات، بحيث الناس الذين داخل العراق هم يشعرون بالحدث حتى بالعالم الاسلامي، لكن المواطن الاوروبي عندما ينظر الى هذا الحدث يحتاج الى تفسيرات. والمشكله الكبيره في الفضائيات الان التفسيرات تخلق ردود افعال غير صحيحه. يعني انت لما تقول لي طيب، ترى الحسين خرج على يزيد لين كان يشرب خمر، المواطن الغربي يعتبر الخمر شيء عادي، يقول لك هذا مو مبرر للثوره. لما تقول له ترى يزيد كان شخصيه يحيط به الجواري والاماء وينكح العمات والخالات، هو عنده هناك الزنا بالمحارب شيء طبيعي. ولذلك مبررات عندنا، اعتقد عندنا خلل كبير في طرح قضيه الحسين امام المواطن غير المسلم حتى نقنعه بمشروعيه القضيه.
ينبغي علينا أن نفسرها بطريقة عملية، طيب، بطريقة واقعية، بطريقة تلائم ما يحصل الآن، وليس الاستحضار الكامل للتاريخ والأشياء التي ربما تدفع الجمهور إلى عدم الاقتناع بما نقوله. طيب في هذه الحالة سماحة الشيخ، يعني هناك جهود اليوم مبذولة، جهود تنويرية، جهود حسينية، لكن هل هي كافية لمواجهة هذا القمع الفكري اللي تتعرض له بعض الشعائر الحسينية والممارسات من هالزيارة الأربعينية؟ يعني شوف هو أستاذنا الكريم، المركزية أنا أؤمن بالمركزية طبعا، لأنه أنت مرة بعض إذا تخلي الموضوع مفتوحة هكذا ولكل من هب ودب، وممكن يطرح مثل ما تفضل الدكتور أن هنالك أساليب في الطرح وفن التعبير تكون يعني سلبية وليست إيجابية. يعني عندما تطرح موضوعه وأنت تعرف أن يعني العالم أصبح قرية أو غرفة حتى مو قرية، وممكن أن تنقل هذه اللقطات التي تبث عبر الأثير إذا كان أو عبر التلفاز، والآخر يسمح ويترجمها ممكن، لأن هو عنده حب الاطلاع، عنده الفضول، وهم مو مثلنا طبعا، هم عندهم عمليات يعني القوة الناعمة تشتغل، فيتحاول تستفيد من كل حدث في المنطقة إيجابيا أو سلبيا، المهم هي تعمل على تحليل هذا الموقف وهذا المشهد. بالتالي مشاهدنا الإسلامية لابد أن تترجم ترجمة إيجابية حتى نستطيع أن نحولها إلى أن تكون عالمية وليست محلية. المنابر، بعض المنابر، بعض الإعلاميين، بعض المعممين، بعض الأكاديميين عندهم حالة من الاستسهال في الطرح، يعني يجدون أنه يمكن لهم أن يحللوا الأشياء يعني بفهمهم القاصر أو بإدراكهم وهم ليسوا متخصصين في هذا الجانب. المفروض أن قضية التاريخ هي تخصص، قضية العقائد تخصص، طيب، قضية الإعلام تخصص. اليوم يعني حتى الأسئلة التي تثار، أنا يعني شكرتك على الأسئلة، لكن بعض المقدمين يسأل يقول ماذا أراد الإمام الحسين؟ هذا ما ممكن تطرح ماذا أراد، هو يعلم بها، تقول كيف نستفيد من ثورة الحسين أو ماذا نفهم إحنا نفهم، أما هو ماذا أراد هذه كما نعبر عنها بالأصول، يعني هذه الإرادة الجدية أو الجدية، نعم هذا هو عالم بها. لا، أسألك سؤال آخر، ليش الآخر أو اللي ذكرته أنت سميته العدو عنده تخوف من ثورة الإمام الحسين، عنده تخوف من الزيارة الأربعينية وهي المناسبة اللي يحيوها الملايين في كل عام؟ أجاوبك عليه، بس أكمل البارت الأول لو تفضلت، لأنه هو باب نقدي مهم جدا، والنقد تقويم. فأنا أؤمن بالمركزية حتى لا يكون هنالك طرح متضارب ومتعارض كما نقول في الأصول، وبالتالي أنا أقول أن الإمام الحسين إصلاحه عام، ويجي واحد يقول لا الحسين طلع ضد يزيد ليمثل السياسة، يا بقى أنت فاهم أنه أكو ذاك الوقت كانت قضية السهم والقدرية وإحنا خلفاء من الله والله اللي خلانا بالمناصب، مر عليك هذا المشهد، مثل ما بعض الأخوة طلع هاي العبارة وقال زينب ليست مسبية، زينب أسيرة، يا بقى أنت قارئ النص الزينبي تقول أمن العدل ابن الطلقاء سوقك حرائر رسول الله سبايا، هي تقول يعني أنت تصير ملكي أكثر من ملك، فأكو تلاعب. يعني شوف أنا راح السوق بي حتى إلى الشعر، إلى الرادودية، إلى النعي، إلى كل هذه، يعني لما يجي الشاعر ويرفع مفردة العطش متناسي أن العطش جزء من مظلومية سيد الشهداء وواقع حقيقية ليس من شأني ولا من شأن أي واحد يغيرها. أنت تجيني مثلا تحول لي إياها أنه لا العطش ما يصير، موت هنا تدافع على يزيد، تدافع عن الطرف الثاني العدو، أنت حولت العدو أنه ما مسوي شيء، في حين يزيد فعل ما لم تفعله اليوم. سمي العدو هو دا يستثمر هذه الخلافات، هناك حتى خلافات شيعية شيعية أو خلافات في الحوزة نفسها حول بعض المراسم بعض الممارسات الحسينية. بلي عموما بالنتيجة هسا أجيك العدو صح دلل. اليوم نجي للعدو، هذا العدو يعني بصراحة مع هذا الكم الهائل، إحنا مجموعة صغيرة إذا تجتمع متخلف من المشاكل الكثيرة ممكن، فكيف ملايين تسير؟ لكن هذا لا يعني أننا نعبئ أنفسنا بتعبئة إسلامية، يعني أولا نحافظ على النظافة، نحافظ على أوقات الصلاة، نرتدي ما يناسب المصيبة. إحنا شاهدنا بعض المشاهد وخصوصا اللي بيها شيء بصراحة اسمح لي وأنا أصرح به اللي هو لا يمت للإسلام يعني بشيء، مشاكل قومية، مشاكل طيب تخص الدول المجاورة واعتداء عليهم. أولا أطراف أخرى تستغل كل هذه الأمور، تستغلها، لكن شنو سبب المخاوف من هذه الثورة بحيث تحاول قمع فكري مثلا وإعلامي لهذه الشعائر الحسينية، تحاربها بأي طريقة كانت؟
ليش خايفين منها؟ لا هي قبل اكو، بس يمكن الان احنا حولناها الى فرضيه يعني. اعتقد تحقيقا لا اصبحت اكو محاربه حاليا للشارع الحسيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر قنوات هذا في كل سنه. لا شوف، وفي كل سنه وتزداد ايضا. اولا خلينا نجي للمحاربه، احنا قلنا مو ممكن العدو يكون اسلامي من جوا من داخل البيت. مو بالضروره يكون اوروبي، لان احنا شاهدنا بعض الصحفيين الاوروبيين ما ذكرنا منه. لا لا عفوا، بعض الصحفيين الاوروبيين جو ونقلوا خوش مشاهد الاوروبا وبعض القنوات جتي. نعم اكو مشكله بالمنطقه، القنوات العربيه مقصره في هذا الجانب لمشاكل عقائديه، حتى قنوات محليه وحتى قنوات محليه. نعم بس احنا شاهدنا المشكله، تدري وين؟ اكو مشكله بنيويه في الشعب العراقي. انا قلت لك ما زال ماكو شيء اسمه استذباب اقتصادي، هذا هو في حاله تيه، في حاله يعني 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 صراع مع ذاته. ما هسه انت في الفيسبوك انشر لك خبر راسا سوانا مشاركه من دون ان يعطي لنفسه جزء من الثانيه يفكر في كيفيه صحه هذا الخبر من كذبه، هو مباشره نقله. المجتمع عايش جو الانفلات، هذا كله سببه يعني. فقضيه انه صراع مع ال 40 ترى ممكن الصراع ويا الطوبه يصير يعني. فاحنا لن هوايه نروح ورا يعني. انا اؤمن بنظريه المؤامره استاذ بشار، بالمناسبه انا ممن يؤمن بنظريه المؤامره، بس نظريه المؤامره تطورت مو مثل ما كان سابقا هم يجلسون لك. اليوم انت بيدك تقدر انه تسد هاي النظريه، عفوا تردم هذه الهوه عندما تعبئ جماهيرك وتوظف هذه الشعائر بالاستفاده الايجابيه منها في كيفيه صناعه مجتمع فاضل يتحول من بعد الزياره الى مجتمع عملي، لا عفوا لا ياخذ رشا، لا يسيء في اسرته، لا يتجاوز على حدود داره، لا يحاول انه ينصب نفسه دون الاله فيتدخل في شان الناس وهكذا. هذه كلها ممارسات يعني جزء كبير. يمكن اليوم الناس يعيشون جو من السوشيال ميديا والانغماس في الانترنت. اليوم مسؤوليه الاعلام يمكن اكثر مني، انا اطلع مع جنابك حلقه بس يمكن انتم عندكم برنامج الحصاد ممكن يصير سبعه ايام مثلا. مثلا هو سبعه ايام. انا قلت مثلا اذا صار طلع سبعه ايام. فسبعه ايام اذا انت عندك وقت وماده تقدر تعبئ بها. بقي كيف يمكن يعني كيف نعبئ المجتمع؟ هو هنا تتبع اللي انا قبل قليل احلت الموضوع الى المركزيه. ناتي باعلامي يعرف لغه الاعلام، ناتي بمتخصصين في ضيوف يعرفون كيف يشرحون الحدث ويحاولون ان يرفعون من الخطاب التعبوي التنويري، لا يسطحون العقليه، لا فقط هكذا ينتصر لنفسه ولقوميته ودينه واحنا انتصرنا، لا اكو مشاكل عندنا تعال نشتغل عليها. طيب تعال خلينا الان وياك نشخص الاخطاء ونعالجها، نشوف مثلا احنا هنا نعود الى جانب يعني ضروره تنميه الفكر ومستوى الوعي، وانتقل اليك دكتور رعد بهذا الجانب ومدى ضروره يعني تنميه الوعي لدى الفرد والمجتمع، وخصوصا يعني تنميه الثقافه الحسينيه، تنمية وعي عند الناس، عند فرد ومجتمع، يمكن أن يحصن الناس من أي أفكار قد يجدها البعض غير مناسبة، قد تكون بالتضاد من الثورة الحسينية ومبادئها الإصلاحية؟ في واقع الحال هذه المفاهيم، مفاهيم الوعي والإدراك ومفاهيم يعني الالتزام بالقيم الدينية والقيم الوطنية، الناس يعني لدينا احنا متسع من الوقت من 1 محرم حتى نهاية صفر. نعم. حوالي شهرين نمتلك فسحة الآن، قبل قد تكون ماكو فسحة، لكن الآن نمتلك فسحة إعلامية، نمتلك فسحة يعني في واقع الحال عندنا الحسينيات والجوامع وكذا، وعندنا الخطباء وعندنا الرواديد وعندنا الأفاضل على الرغم الجهود التي يبذلونها مع وجود بعض الملاحظات حول بعض الأداء. هذه الفسحة قد تعطينا وقت لكي نصل إلى الناس، لكن كيف نصل إلى الناس؟ يجب أن يكون لدينا تصور ما هي الوسيلة بالبداية التي ممكن أن تؤثر في الناس. نعم. وثانيا ما هي وسائل الإقناع التي ممكن أن نقنع الناس بها؟ الناس متشبعون بقضية الإمام الحسين. وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لكم أستاذ الإعلام في جامعة بغداد دكتور رعد الكعبي، كنت ضيفا كريما، شكرا لكم دكتور، وشكرا جزيلا لكم رئيس مركز الفكر للحوار والإصلاح الشيخ مجيد العقابي، شكرا لكم سماحة الشيخ، كنت ضيفا كريما، وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.